اللهم دعاؤنا الذي لا يعلم سواك، وحاجتنا التي لا نسأل أحدا غيرك، اللهم استجابة لما في قلوبنا، اللهم ارض عنا وراضي قلوبنا بما تحتاجه وترضى عنه، واكتب لنا كل خير في رمضان، وأبعد عنا كل شر. اللهم حقق لنا في رمضان كل أمر جميل ننتظره، واكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتيسير الأمور يا رب العالمين.